الحمد لله في البداية أحب أشكر القائمين على هذه البطولة من نادي دبي وكل من أدى لنجاح هذه البطولة. حبيت أشكر الشيخ محمد بن راشد بن خليفة آل مكتوم على دعمهم لي، وكذلك الإدارة العامة للدفاع المدني دبي كذلك على دعمهم، وأخوي الكبير يونس العوضي على تجهيز الدراجة. والحمد لله اليوم حصلت الموتو 1 على المركز الثاني والموتو 2 كذلك على المركز الثاني، لكن بعدني متصدر في النقاط في المجموع العام، وإن شاء الله البطولة الجاية بتكون في أبوظبي وأحصل على المركز، سواء حصلت على المركز الأول ولا الثاني بعدني متصدر في مجموع النقاط والحمد لله على كل حال. نعم الحمد لله اليوم الجو يعني خلال سنتين أول مرة أحضر سباقات مثل هذه الأجواء، والحمد لله أنا توقعت إن السباق يتأجل، لكن ما شاء الله على الاهتمام والسباق ناجح الحمد لله.